لدينا كبرى المؤسسات المالية من قطاع عام وقطاع خاص، منظمات تبي تكون موجودة، لعل على رأسها البنك الدولي، بنك النقد الدولي، وأيضا بعض البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأخرى. في يعني في لمحة سريعة عن الأعداد التي تبي تكون متواجدة، بمشيئة الله احنا نهدف إلى ما يزيد عن 3000 ضيف. 3000 ضيف فيهم تنوع من عدد من النواحي، من خلال الخلفية الاقتصادية باختلاف مستوياتهم ومناصبهم، أيضا بالإضافة إلى المناطق التي سيحضرون منها أو سيمثلونها بمشيئة الله.